شباب، شباب رجعنا لكم تختيم ردت. واو، واليوم وش السالفة؟ ها واحد سرق هذي، عطى في الفيس. المهم ف اظن ذيب تعطيني هدية، فمو مشكلة. طبعا في مراحل كلها بعيدة عني، ف يعني في مراحل رئيسية كلها بعيدة عني، لكن في مرحلة هنا جانبية إذا تذكرونها، حقت الحرمة الدولة على الولد هذي اللي هنا، فخل نروح نسويها. أوكي. أوه هذا زوجة الحرمة المفروض كنا نساعدها. Beryl ain't strong, but she's a good girl. I'll see what I can do. هذه راح تدور على ولدها وعاد يلا. قال انه ضاعت. يعني مو بزاد الطين بله ولا شيء. The Hanging Rock. نعم هذه. طيب. خلنا نادي الحصان حقنا ونروح للهانجينج روك. طبعا خلنا بس شو اسمه احط علامة على المكان ذا. اوكي. حط علامة يا حبيبي. اوكي كذا. طيب يلا. يا كابتن حصان تعال. ساعة تيجي؟ اي ساعة استناك. يلا خلينا نمشي لل افا. وين هذه البتاع الاكس؟ او من هنا. طيب. اوكي. احنا بنمشي طبعا نفس المكان اللي كنا فيه قبل كذا عشان ندور على ولدها. عشان ندور عليها المرة ذي. ف ما ادري، ممكن نلقاها ممكن لا، ممكن نلقى اثار متبقية من العظام زي المرة اللي راحت لقينا كذا عظام متبقية وما ادري ايش وحوسة. ف ان شاء الله يكون الوضع كويس المرة ذي، مو بزي المرة اللي راحت وجابوا فينا العيد ويا حبيبي تعب الحصان من بدايتها. ف افا دقيقة، انا ماني حاط الاكس هذه مظبوطة. خلينا نحط اكس هنا. طيب بالله حط لي اكس هنا. كلير واي بوينت. طيب سيت واي بوينت. اوكي اوكي يعني لازم كعابي، مو مشكلة. مو كعابي يعني لازم ادق الطريق من المعرفة الخاصة، يعني نمشي من هنا وندز من هنا. ما ادري وش سالفته، ما يبي يحط لي اكس على الماب، هذا شيء غريب. مو مشكلة، شكل الطريق من هنا أصلا، فهذا هو، هذا هو الدائرة الزرقاء أو البنفسجية قدامنا. أما زرقاء هذا بنفسجي يا حبيبي. وش السالفة هنا؟ أيوة هذه نفس العظام، نفس المكان حق العظام. سيرش فور كلوز. أوه يد مقطعة المرة ذي. والله يا والله ما يمزحون هذول الناس الأشرار. بس كذا خلصنا؟ والله أهنيكم على المراحل حقتكم. طيب كابتن حصان فين رحت؟ تعال 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 يا صديقي المرة ذي. طيب وين بنروح؟ خلاص دايما خلصنا المرحلة. والله ما أدري، ممكن نرجع نفس الأرمديلو ما فيه شيء. طيب سترينجر اسحب عليه. طيب خلاص دام انه خلصنا المرحلة ذي، اقرب مكان لنا هو بوني ماكفارلين اللي هو ذا. بس دقيقة انا بجرب القطار، فخلنا نلحق عليه قبل لا يسحب علينا. اوكي طيب لازم نلحق على القطار السريع قبل لا يسحب علينا. ابجرب اركب، ممكن يوصلني بسرعة اسرع من من السيارة العادية أو من الحصان. أما سيارة من الحصان ف بالمرة خلنا نصيد الشيء ذا يا صديقي. أفا أفا أيوة أخيرا خلنا نصيد الطائر ذا معاه. أوكي الطائر وين راح؟ الطائر أظنه هنا. تكفي ذا. طبعا الأشياء هذي أبيعها عشان آخذ منها فلوس، لانه نحتاج فلوس. ففين البتاع اللي صدته تو ذا؟ هذا هو.
يلا سكن انيمال اصلخ يا حبيبي، شغل اساسن كريد هنا يا حبيبي. بالضبط نفس الحركه حقت اساسن كريد. طيب طبعا هم اساسن كريد هم اللي مقلدينهم لان ردد اقدم. ف يا حبيبي نفس اساسن كريد بالضبط يا شباب. ايش الهرجه هذا قاعدين طاردوه. يموت يا حبيبي، ايش هذا؟ اوكي اخيرا. طيب ساعدتك خلاص، شكرا. It's an honor to help, so خل نصلخ الحيوانات اللي تو ذبحناهم هذول بالمرة يعني، دام انه بتاع هنا قريبين ف فخلنا شو اسمه ايه خلنا نصلخ ام الحيوانات هذول اللي هم الكوغر الكوغريون. ف طبعا شو اسمه اكيد 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 القطار سحب عليه، اكيد يعني بدون تفاهم هذه اكيد القطار سحب عليه. هنشوف الماب وين راح القطار. اي والله انسحب علي. يا حبيبي اجل خلينا نمشي لبوني ماكفارلين عشان هي اقرب مهمه. فيلا بسم الله. بوني ماكفارلين وي ار كامينج تو يو يا. طبعا شو اسمه ما زي ما تعرفون زي ما تعرفون انه مهمات بوني ماكفارلين ابو كلب، لان كلها مهمات يعني مزرعيه او زراعيه، يعني يقول لك جيب احصنه وجيب مدري ايش ومدري ايش، يعني مهمات ابو كلب. اوكي دقيقه دام انه بنشطف ارماديلو في حقه التنقل ذي في ارماديلو. خلينا نشوف هنا الماب. هذا هو، هذه حقه التنقل تاكسي ذا. اوكي دام انه موجود في المدينه لانه احيانا ما يكون موجود في المدينه. وين هذا هو. اوكي يا صديقي اصبر. اوكي يلا يا كابتن، توديني ولا ما توديني؟ رايد لا يا شيخ، ام الفله ام الفله. لا 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 تدبس لا تدبس لا تدبس لا تدبس. في واحد بيروح يدبس يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. تورطنا مع الشرطه من ذي الحين. طيب اخرم راسه يا حبيبي. مدري ايش. طيب مو مشكلة. اوكي يلا بس تسلم يلا. خلاص لا تطرق يا حمار، قلت بس تسلم لكن لا تسوي زي كذا. اصبروا خلنا نطلع فوق. لا افا ما يمدينا نخش البيت يا حبيبي. طيب خلاص يلا استسلمت ولا لا؟ والله ما استسلم حبيبي. وين تبين ادفع 120؟ مع نفسك يا اخوي مع نفسك والله بقوه مع نفسك. معليش ما نبدا. هذا انسان عادي. تعال يا حبيبي تعال. هذا شيء مت احسن. يلا خلنا منها استسلمنا لانه شكله ما كانت بتخلص المطارده ذي، المطارده الكئيبه الابو كلبيه، لانه هو الباونتي هنا ما يخلص، لا يكون يعني عليك طول ما خشيت مدن والاشياء ذي. ف دام انه سوينا الباونتي ذي، المشكله طلقت عليه بالغلط ذا الحمار الله يقلب ابليسه، مو بطلقت عليه يعني نزلته من بالغلط ذا الاهبل. ف انا وين رحت؟ بس كذا خلاص ما عاد تبون فلوس خلاص كويس. فين حق الحصان ذا الحمار اللي يا رب ما انزله زي ذيك المرة. اوكي يلا 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 رايد از باسنجر كفو. نقول له يا طويل العمر. ريدج وود فارمل لا وفارم دقيقة هذه وش اسمها؟ ممكن هي اسمها ريدج وود. لا هذه مكفارلين فارم. طيب مكفارلين اي مكفارلين رانش. يلا وديني مكفارلين رانش. بس خلاص سكيب بالله سكيب ديستنيشن يا صديقي. سكب سكب. بيروح بينام ويقول لك ويك مي اب وين وي ارايف، يعني قومني اول ما نصحى او ما نوصل. اما قومني اول ما نصحى. يا حبيبي اوكي ننتظر لين نوصل حظيرة ماكفارلين او الرانش حق ماكفارلين. ايه هو الحظيرة. ف ايه
طبعا الالعاب اللي زي كذا زي ريد ديد يا اخي، بعض الناس ممكن يشوفوا جرافيكس انه ابو كلب، لكن ترى جرافيكسها يعني كان كويس على الزمن اللي كانت فيه، لانه كان 2007، ف2007 على ذا الجرافيكس فشيء مره كويس بعد، يعني اقول لك كويس يعني جرافيكس كان خنفشاري في ذا الوقت. فاي يعني ما ادري، يعتبر جرافيكس ابداع. ما قادرين يدخلون حصان. عاصفة جايتهم فلازم يسوون سكيور للأشياء ذي أو يحمونها. أيوة القطيع برا يا حبيبي. لازم نجيب القطية سريع قبل لا تخش او تيجي العاصفة. يلا يا كابتن، يلا يا بوي، يلا يلا يلا، لازم نسوق القطيع حق البتاع ذا عشان نوديهم لش اسمه لل اوكي. المهم امبر ريليس مان. المهم ف يقولون في عاصفة جايتهم. ليش اعصار ساندي ستورم، ساند ستورم هلا بالعيال. اوكي ف ساندي جايهم الحين يا عزيزي. والله تو مشكلة كانت السماء صافية وكل حاجة تمام شوي، وفجأة كذا وفجأة الا طب عليهم ذا السحاب ابو كلب، واحسها بتكون مهمة سامجة. طيب مو مشكلة. فين الهيرد؟ هذول اللي بالقطيع الداشر. ايش قاعدين تسوون هنا يا وحشين؟ امشوا امشوا. اوكي موف انتو بوزيشن بيهايند ذا هيرد. ابشر. يلا 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 كيف موف. انا شفت واحد من الشباب كتب لي في الكومنت انه اضغط سهم فوق عشان اخليهم يتحركون، ف شيء كويس. والله ما اذكر اسمك اللي كتبت لي، لكن شكرا على انك كتبت لي. اي شوف في واحده داشره هنا وراحت. يا طيب ايوه ارجع بس كذا، ما احنا ناقصين يضيعون علينا واحده او تضيع علينا بقره من البقرات السيمان. يلا موف امشي يا موف انتي موف. ايوه يلا يلا يلا. لا 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 والله بدا يتفرقون. لا هذه غزال دزت برا كذا، لازم اني احافظ عليهم كاملين يعني عشان اخلص المهمة. لكن هلا بالعيال يا حبيبي، هاجوا هاجوا يا حبيبي. لا 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 فك امنا يا حبيبي. انت فرونت اوف ذا هيرد اند سلو ذم داون. ابشر يقول اني اروح قدام القطيع الغبي احجر له من قدام. يلا وقفوه وقفوه افا ما وقفوا، او في ناس وقفت وفي ناس لا يا حبيبي. بس 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 اي عم الفل ام فلتكم يا عزيزي. وين رايحين؟ لا 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 يا اخبي اقلب ابليس بغى ينتحرون. يلا يلا ارجعوا ارجعوا يا دباب. هذه وين رايحه؟ يلا 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 نحن البقرات والسيمان. يلا امشوا. تمشي ولا لا؟ علقوا. جاهم لاق. ريتيرن تو بوني. افا ليش؟ طب والبقرات؟ طيب شو السالفة؟ طيب يلا يلا مو مشكلة. يلا تعال تعال انت يلا امشي. يلا 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 كمون 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 كمون. ايوه في ناس هناك بعيدين، خلنا نربط امهم مع القطيع. تعالوا يا كويسين
كويسين يلا امشوا جو جو يا جو يا اوكي ابشر ليتس جو تو ذا رانش موف ذا هيد باك تو ذا رانش يلا ماشي ما في اي مشكله موف اون موف اون موف اون شجره فرقت امهم يا حبيبي يلا موف اون موف اون موف اون موف اون يا يا رب ان احنا قريبين من الحظيره احا وين راح ذي اي ايش هذا ايش هذا الله يا انهم غباء بقر يا حبيبي امشوا امشوا لا لا وين راح يا ليل ام ام امهم هذول هذه الى الان احسن مهمه بقار قد سويناها وين راحت وين راحت اي 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 بس كلام امشي ايوه حتى في واحدة ثانية ضاعت بعد يا حبيبي الحين كم بقرة عندنا واحد اثنين كملوا كذا ولا افا في واحدة ضاعت يا عمي طز فيها خلينا نشوف الماب ممكن تكون قريبة ولا شيء والله شكلها ضاعت مرة ذي يا رجال مع نفسه بس يلا يلا امشوا امشوا قويتكم ضاعت ها يلا 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 امشوا ليتس جو ليتس جو افا 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 امه بسحبه هذول يلا 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 والله يا انه مسحب على امنا هذول يلا يلا امشوا امشوا جو جو ليتس جو اوكي في واحده هناك سحبت على ام الحياه عندف ام هذه يلا يلا جو 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 ليتس جو ليتس جو يا انه قفر القطيعه هذول موف موف يا الله اكتب موف موفت يا هذه 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 بتجيب العيد لا 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 هذه بتجيب العيد امشي امشي ايوه والله اني شاك حسيت انها بتجيب العيد يلا 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 امشي 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 انتوا البرق حقكم الخنفشاري ذا يلا 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 ليتس جو ليتس جو كفو لا يمين ايوه يمين كفو يا رب انهم يعرفون يخشون تكفون تفكون لا لا هذول جايبين العيد يا عزيزي الناحية الثانية تكفون يلا يلا ليتس جو ليتس جو لفوا لفوا يو تيرن يو تيرن لا 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 اللفة لا تفوتونا يرحم لي امكم كفو كفو ايوه يلا باقي اثنين تكفون بليز اي وين راح هذيك يلا كفو بس كذا اصلي عليه والله كلام اوكي شن خلصنا تقريبا معظم المرحله خلصنا المرحله اصلا ما عندي ايه تعزز نقول ستكون مزارع كويس في يوم من الايام اوكي خلصنا المرحله الممله ذي حقت امهم السامجه ف اوكي خلص ما ادري مهمات بوني دائما تكون كذا كئيبه سامجه ما ادري ما جازت لي اني اروح والله اروض بقر في مزرعه ومن ذا الكلام ف ونبي نروح هنا الحين عندنا بندكت بوينت وعندنا بلين فيو اوكي وفي هنا حق تاكسي فخلنا نحط عليه علامه اوكي فين راعي التاكسي هناك اوكي ما شاء الله العاصفه ما جات خلاص العاصفه هديت بعد ما خلصت المرحله يعني ما شاء الله ما شاء الله والله ولا هديت ولا شيء والله شوف البرق من هناك فيا وش ذا البرق لابو كلب وش قاعد يصير برق تزيف برق مو بصلي ايوه ف لازم ذي الحين نروح للتاكسي بوينت عشان يا اما نروح لايرش يا اما نروح لويست ديكنز فما ادري انا يعني ممكن اروح لايرش اللي هو شو اسمه ذا والله تدرون ما اذكر ايرش لي زمن ما لعبت ردد فما اذكر ايرش المهم ف يا حبيبي وين رايحين حنا ساعة تو كنا في مكفارلين هاوس هذي او رانش افا خلنا نلف لفة عملاقة على الفاضي ولا لا يا حبيبي انا ابغى هذه يا طيب
هذا كان جنبنا اصلا. حنا لفينا مشاوير وما ادري ايش. اوكي نرجع لبوني. ما ادري ايش سويت تو. اوكي نحط العلامه هنا. يلا بسم الله نرجع من نفس الطريق ذا عشان ايوه في واحد قاعد يطلق جنبي يصير البلاير. قتلته ولا باقي؟ عسى اني قتلته بس ما لها داعي اكون طلقت عليه كذا وعلى الماشي. ف بما انه ذا الحين وصلنا 20 دقيقة اتمنى الحلقة عجبتكم، اذا عجبتكم لا تنسى اللايك والكومنت، يعني اكتب لي رايك في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.